لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشرون مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما علي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه أولياء أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل بذلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.
قيل ادخلوا الجنة قال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مولين إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الله وسلم دو تین قطعات ترجمہ بس نبر سے یہ کبھی ابر کرم سے ہو نہیں سکتا نبر سے یہ کبھی ابر کرم سے ہو نہیں سکتا طواف دیر پابند حرم سے ہو نہیں سکتا خبر تم لو نہ مشکل میں مدد ہم غیر سے مانگے وہ تم سے ہو نہیں سکتا یہ ہم سے ہو نہیں سکتا نعرہ صلوات ہے ذرا اللہم صل علی اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیاباں ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا سہرا رونے کو